رقمي تي في. And the Pixel line has yielded many great benefits, paving the way for new technology to enable the entire Google ecosystem. قدمت جوجل تابلت بيكسل سي خلال مؤتمرها الأخير، واللافت أن الجهاز جاء بشكل مستقل ومنفصل عن عائلة نكسس التابعة لها. التابلت يعمل بنظام أندرويد 6 مارشميلو، وهيكله معدني وزواياه منحنية قليلا، ولم يعرف بعد مدى سماكته أو وزنه، لكن من خلال النظرة الأولى على الجهاز يبدو خفيفا. الشاشة مقاسها 10.2 إنش مع كثافة 308 بيكسل لكل إنش. يعمل التابلت من الداخل بمعالج تيجرا إكس 1 من نيفيديا رباعي النواة ورام 3 جيجا بايت. من حيث الساعة التخزينية جاء بنسختين 32 و 64 جيجا بايت. الجهاز مزود بمنفذ USB-C السريع في نقل البيانات، كما يحتوي على شريط ضوئي في الجهة الخلفية من الجهاز، كما يتضمن لوحة مفاتيح قابلة للفك ترتبط بالهاتف مغناطيسيا وعبر تقنية البلوتوث، ولا تحتاج لمسند إذ يمكن تثبيت التابلت بعد أن يلتصق مع اللوحة بزاوية 100 أو 135 درجة. لم تذكر جوجل قدرة البطارية في الجهاز، لكنها قالت إنها تصمد حتى 10 ساعات من العمل. سعره يبدأ من 500 دولار لنسخة 32 جيجا بايت و600 دولار لنسخة 64 جيجا بايت، لكن لوحة المفاتيح تأتي كملحق منفصل بسعر 150 دولارا، وسيتم طرحه للبيع خلال شهر نوفمبر القادم. التابلت موجه لأصحاب العمل وينافس تابلت سيرفيس من مايكروسوفت. شاركنا رأيك عن الجهاز الجديد من جوجل، ولا تنسى أن تضغط لايك وتشترك بالقناة ليصلك كل جديد.